بارك يا نفس الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. بارك يا نفس الرب ولا تنسي كل إحساناته. التأمل في عظمة ربنا إنك تقول له أيها الرب العالي فوق كل علو الذي السماء كرسيك والأرض موضع قدميك، الله غير المدرك غير المفحوص، الله القادر على كل شيء، الله كلي المعرفة، الله فاحص القلوب والكلى وقارئ الأفكار، الله عارف الخفيات والظاهرات. أنت يا رب موجود في كل مكان، أنت مالئ الكل. أيها الرب الأزلي الأبدي خالق الكل، أنت الذي يقف أمامك الملائكة ورؤساء الملائكة والسلاطين والقوات والعروش، ويقف أمامك الشاروبيم والسرافيم، ستة أجنحة للواحد وستة أجنحة للآخر. عاملين الطلبان والأيقونات والكهنة والمقارنة والباب يصل لتكتبه باب الإسكندرية وسائر إثيوبيا والإمبراطور هيلة ثلاثي إمبراطور إثيوبيا.
Thank you.
Thank you.
I
لأن هونو نجل شوين عش والفرقان هونو Thank you.
لكن تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الملكة تبشرون الموت وتعترفون بقيامتي تغفرونني إلى أن أمتي تغفرونني إلى أن Yeah.
خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك وكل المواضع وكل ديارات ابائنا الارثوذكسيين. لاجل خلاص العالم ودين التاثير وسائر المدن والقرى والجزائر والاخير. Thank you.
شعبك وكنيستك يدعون إليك وبك إلى الأبناء قائلين ارحمنا 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 يا الله الأب ثبت الكون ارحمنا 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 يا الله مخلصنا ارحمنا 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 يا الله ثم ارحمنا يا رب ارحمنا بالقلب الواحد أعطي طمأنينة للعالم ومزاجا حسنا I'm
برسان وسنخيون يبن إيكا ودوكو تتوا في آجي يا مريم ليكا سيدنا سنوتي غلوبوس خن هناك نان بياجي وشنان الزبر النموت انغطي فيت ومرتي وشنان بياجي وشستان وشيارش وشيا كنوت ومبروت ومرتي وشنان بيت اوري موتين يا فنقلي فيت ماركوز بيا بصولو سيتو وابوان مرتي نان بي بطري ارشي تتوى السفير صلص هذا كما في كل شيء يتمجد وتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدوس Thank you.
وكل حكمة روحية كانت
القدوس في جميع الأمم وبطرس أبوس الرسول أنت كان من أحد يميش في الأمراض كانت مناديل وعصائب آخر تذهب الأمراض تخرج الأرواح من شاليرة وعلم الأمم ففكدني مع الإسمة ونال إثنين الرسولية وإثنين الشهادة تلاميذ القديسين ورسل الأبطار بحلول الروح المعز عليهم وأعطاهم السلطان أن يصنعوا الأشياء والآيات والعجائب القدوس وردونا إلى الإيمان الحقيقي بالثلوث المقدس سبحك ونباركك ونمجدك ونشكرك لأجل هذه النعم العظيمة سيدنا أنت نعم لنا بغفران خطايانا طائر أنفسنا أكتبنا أرواحنا لكي بقلب طائر نجرع بدأنا لغير خاطب إليك يا لاب القدوس كي سمعت ونقول نبانا الذي سمعت Hey,
الله يسوشن تمرين باسم الله من شان من جان صالحون كاسم الله Thank you.